أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي الذي نبدأه بأبرز العناوين. افتتاح بيت الشباب مريم العذراء أم الرجاء في عنجرة. الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفل بعيد القديس فرانسيس. رعية اللاتيني في الكرك تحتفل بعيد شفيعها. أهلاً بكم. افتتح في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون بيت الشباب الجديد للأيتام، والذي تشرف عليه رهبانية الكلمة المتجسد، بالإضافة إلى تدشين قاعة للرعية، وذلك برعاية المطران ويليام الشوملي وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف. التفاصيل في التقرير التالي. مريم العذراء أم الرجاء، عنوان بيت الشباب التابع لدير سيدة الجبل في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون. هذا المكان الذي يأوي عددا من الشباب الأيتام الذين لم يجدوا مكانا يلتجئون إليه، فكان هو ملجأهم وأمانهم. فقد افتتح سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف ومسؤولي المحافظة وجمع من الآباء الكهنة والراهبات وأبناء الرعية بيت الشباب الجديد للأيتام. ورحب الأب سليمان شوباش راعي كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد بجميع الحاضرين، ومباركا لهذا المشروع الذي كان أساسه الحب وأهدافا نبيلة لإعالة الأيتام مسلمين ومسيحيين. مشروعنا في هذا اليوم في عنجرة هو إنجاز، ولكن لا يقاس هذا الإنجاز لا بميزانيته ولا بعدد طوابقه ولا بمساحته المربعة، يقاس فقط بالحب الذي عمل به. لذلك نحن نفخر اليوم أن نقول أن هذا المشروع الذي خلفي هو مشروع حب مشترك بين أبناء رعايانا ومؤسساتنا المختلفة، مسيحية كانت أو إسلامية. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الحكومة الأردنية تولي الأطفال والأيتام جل اهتمامها من خلال البرامج التي تقدم لهم تعليمياً وصحياً وإيوائياً، باعتبارهم الجيل الواعد والقادر على بناء مستقبل الوطن ونهضته، مبينة أن افتتاح هذا البيت للشباب والشابات الذين ضاقت بهم الحياة يعد لبنة جديدة تضاف إلى الجهود الكبيرة التي يقدمها أهل الخير من مختلف الجهات، داعية الجميع ليكونوا نموذجا في العطاء والإخاء والمحبة. وعبر المطران الشوملي عن سعادته بإتمام هذا المشروع، مقدما الشكر لكافة الداعمين الذين ساهموا في إخراج بيت الشباب في عنجرة إلى حيز الوجود، مشددا في كلمته على قيم التسامح والعيش المشترك التي ينعم بها الشعب الأردني في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة. نحن اليوم في الصرح الإنساني الكبير الذي دشنا بحضور معالي وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن وبحضور المانحين والمتبرعين لبيت الأطفال الذي يسمى بيت الرجاء. يشرف على هذا المكان رهبان وراهبات الكلمة المتجسد، معظمهم من الأرجنتين، هم أصحاب الفكرة والمبادرة. نحن كبطريركية لاتينية شجعنا المشروع، أسهمنا فيه جزئيا، لكن تولدت جمعية محلية بالإضافة إلى المتبرعين من الخارج، جمعية محلية ليدعموا ليس فقط البناء ولكن الحياة اليومية بكافة احتياجاتها ومصاريفها. كلمة واحدة، هذا البيت، هذا المكان يعتمد على العناية الربانية، وهذا يذكرنا بقول السيد المسيح: انظر إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد، وأبوكم السماوي يقوتها، أفلستم أنتم أفضل منها؟ نعم، هؤلاء الأطفال أفضل من طيور السماء، وربنا من خلال المانحين الأسخياء يهتم بهؤلاء الصغار. وقال الأب هوغو راعي كنيسة سيدة الجبل الذي أشرف على التبرعات والبناء
أشكر العناية الإلهية التي تهتم بهذه المؤسسة. إننا لسنا وحيدين أبداً، بل هناك اهتمام متواصل من قبل جهات كثيرة حكومية ومانحة. هذا مشروع طبعاً ليش بيانجرة؟ لأنه بيانجرة بيكون المزار سيدة الجبل، وأنا توكلي شيء بيكون هذا محبب بيكون للدين، إما بيكون مسيحية طبعاً وإسلام، لازم يبين بالأفعال. لذلك إحنا قررنا فضلنا بيكون في هذا المكان بيانجرة مريم أم الرجاء. طبعا أنا كثير مبسوط، سألتني لو أنا مبسوط. طبعا لأنه ليس فقط علشان وصلنا على هذا الشيء، علشان الناس شاركوا بأمور لهذا الشيء كثير كويس بطريقة كثير حلو، كثير ناس ساعدونا، مستحيل كان إحنا نسوي هذا الشيء لحالنا، وصلنا مع بعض. في عنجرة إحنا من عشرات السنين وإحنا بنحلم إنه يكون عندنا هيك مبنى. أجوا خوارن كثير هون وحاولنا نبني المبنى ونساهم فيه، بس للأسف كان في صعوبات كثيرة واجهتنا، ولكن بهمة رهبانية الكلمة المتجسد بقيادة أبونا هوغو وأبونا يوسف الحمد لله أبرزنا هذا المبنى إلى حيز الوجود. إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. احتفلت كنيسة مار ميخائيل في بلدة السماكية بعيد شفيعها الملاك ميخائيل، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة بحضور أبناء الرعية. وأشار الأب نفاع في عظته إلى أن الملاك هو روح وليس جسد، وهم ماثلون أمام الله، مهنئا الرعية بعيد شفيعها. إذا اليوم الكنيسة بتحتفل بعيد رؤساء الملائكة، ويتزامن ذلك أيضا مع عيد الرعية، عيد مار ميخائيل، رعية السماكية تحمل هذا الاسم، وهي تحت شفاعة المار ميخائيل، هذا الملاك اللي كان يحارب ضد الظلمة وضد الشر وضد الخطيئة. بطم ربنا فعلا اليوم يبارك كل الرعاية، لا سيما رعية السماكية التي تحمل اسم مار ميخائيل، حتى فعلا يبارك كل عائلاتنا، يحمي كل عائلاتنا من كل تجربة، وساعدنا حتى نكون دائما فعلا أبناء حقيقيين لله الآب، نعيش حياة قداسة بعيدة عن أي ظلمة وأي خطيئة. وفي ختام القداس أقيم تطواف في ساحة الكنيسة حاملين فيها صورة الملاك ميخائيل، لكي تأتينا سريعا مراحم الرب، ولكي تقبض على التنين حياة القديمة الذي هو مفسد والشيطان وتقيه من الهاوية. يا حامي الحمى وقائدا سما، أعد من صفوفنا سكر السماء. ترأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن القداس الاحتفالي بعيد القديس فرنسيس الأزيزي، والذي أقيم في كنيسة كلية تيرا سانتا بحضور جمع من الآباء الكهنة والمؤمنين. إلى المزيد. احتفلت حراسة الأراضي المقدسة للفرنسيسكان في الأردن بعيد مؤسسها القديس فرنسيس الأسيزي، وذلك بقداس إلهي أقيم في كنيسة كلية تيرا سانتا ترأسه المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن، والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور ماورو لالي، والسفير الإيطالي لدى الأردن جيوفاني براو، ولفيف من الآباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الرسولية المختلفة والشمامسة والرهبان الفرنسيسكان والراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وممثلي المؤسسات الخيرية وجموع من المؤمنين. أشار المطران الشوملي في عظة القداس إلى صفات القديس الأسيزي، مبيناً المعنى الروحي للفقر والذي كان أهم صفات مار فرنسيس، وأضاف: لنتعلم التعايش والرأفة من القديس فرنسيس، السلامة ونبذ السلاح ونشر المحبة،
كلها صفات تحلى بها القديس الأسيزي الذي ترك إرثا كبيرا وهو الرهبنة الفرنسيسكانية التي تحمل اسمه وتكمل اليوم عمله الذي بدأه. ومن مصر جاء فرنسيس إلى الأرض المقدسة للصلاة والتأمل في الأماكن التي عاش فيها يسوع، فعاد متأثرا من منظر مهدي بيت لحم ومن زيارة الجلجلة، وأثمرت زيارته للأماكن المقدسة بأن رهبانه بعد سنوات جاءوا حراسا لهذه الأماكن وما زالوا يحافظون عليها بأمانة وإخلاص منذ 8 قرون. ويأتي قداس هذا العام ضمن احتفالات الرهبنة الفرنسيسكانية بمرور 800 عام على حضورها في الأرض المقدسة والشرق الأوسط، حيث رفعت التقادم والطلبات على نية الخليقة جمعاء والعائلة والرهبان في كل مكان، ومن أجل قداسة البابا فرانسيس الذي اختار اسم هذا القديس شفيعا له. اجعل هذا السر سر الإفخارستية علامة اتحادنا بك، لأنك الكرمة ونحن الأغصان. وخلال القداس تم الاحتفال بتجديد النذور لراهبين 2 من الرهبان الفرنسيسكان، وهما الأخ أندريا من إيطاليا والأخ لويجي من بنما، بيد الأب رشيد مستريح. لنصلي. اللهم يا من بفضل نعمتك كان القديس فرانسيس الأسيزي صورة حية للمسيح الفقير المتواضع، سر بأبنائك هؤلاء الرهبان أندريا ولويجي كل يوم أن يسيروا على خطاك فيتبعوا المسيح ويحيوا معه في حب وابتهاج. آمين. عيد مار فرانسيس مؤسس الرهبنة هو عيدنا كرهبان فرانسيسكان، وعيد الكلية طلاب وأولياء أمور ومعلمين ومعلمات وكل الموظفين. هالعيد هو فرح، نطلب شفاعة القديس فرانسيس أنه يحمي بلادنا أردننا الغالي شرقنا العزيز، ويعطينا الرب السلام. تيرا سانتا في أسرتها التربوية تزف لقداسة البابا أجمل التهاني وأصدقها، نطلب له طول العمر والهمي في هالرسالة الشهادة، شهادة الرسل اللي هني دائما أحبوا السيد المسيح وأعطوا حياتهم من أجله. ربنا يعطي الصحة وطول العمر وكل عام وهو وأنتوا كلنا بألف خير. وفي الختام انطلق الحاضرون إلى باحة الكنيسة لتقديم التهاني بعيد مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية وتبادل الصور التذكارية. احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية بعمان برسامة الشماس وديع الفار على يد سيادة المطران سهيل دواني رئيس الأساقفة للكنيسة الإنجيليكانية في القدس، بحضور عدد من المطارنة وجمع من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وأبناء الرعية. يا أبتي المحترم في الله، أقدم لك وباسم الكنيسة هذا الأخ وديع نصر الفار ليقبل شماسا في كنيسة الله. أتؤمن يقينا بأسفار العهد القديم والعهد الجديد القرنية وأنها معطاة لنا من الله لكي تنقل إلينا في أجزاء متعددة وبطرق متنوعة إعلان ذاته الذي اكتمل بربنا يسوع المسيح؟ إني أؤمن بذلك. ووصف المطران دواني هذا الحدث بأنه عرس كنسي وكهنوتي لارتقاء الشاب وديع لرتبة الشموسية خادما في كنيسة الرب. نتمنى لوديع طبعا كل التوفيق، وإحنا طبعا في بداية طبعا لقاء الرعاة، ولقاء إحنا بنعمل مرتين في السنة عبارة عن رياضة روحية ولقاء الزملاء بعضنا البعض، ففتحنا هذا اللقاء برسامة الشاب وديع حتى يكون معنا. بدي أشكر طبعاً محطتكم نورسات لدائماً تغطيتكم كل الخدمات والنشاطات الكنسية المسكونية
وهذا إشي بنفتخر إحنا ككنيسة أسقفية. وبعد ختام الصلاة ونيل البركة، قدم الحاضرون التهاني والتبريك للشماس الجديد، متمنين له خدمة مباركة. اليوم الخدمة جاءت في احتفال الكنيسة بعيد جميع عيد القديس ميخائيل وجميع الملائكة، وتحتفل الكنيسة بهذا في رسامات، وكان اليوم رسامة أخونا اللي اتدرب هو مع كونه مهندس للكهرباء، لكن شعر في الدعوة الإلهية بقلبه بحياته بخدمته، وخدم الكنيسة لأكثر من 10 سنوات، ودرس في فيرجينيا كلية اللاهوت، وحاز على الدرجة الأولى العليا في الماجستير في اللاهوت ماسترز أوف ديفينيتي، وتدرب خلال هذه الفترة حوالي النصف سنة تحت إيد المطران وفي الكنيسة الفادي جبل عمان. واليوم تم بعد صلوات كثيرة إنه رسامته. أول إشي بحب أشكر ربنا على دعوته إلي وعلى مساعدته عشان أقدر أكمل هاي الدعوة، وبشكره على إنه أعطاني خطوة جديدة بدعوتي إله بخدمة شعبه إن شاء الله. بشكر الكنيسة الأسقفية وبشكر رئيس ساقفتنا سهيل دواني، أنهم أخذوا بإيدي ومشوني لقدام عشان أقدر أتابع في خدمة ربنا، وبطلب من الكل صلواتهم إلي وأنا عم بمشي هاي الخطوة الجديدة بحياتي. على صعيد آخر وبحضور جمع من المؤمنين، احتفلت الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن بأحد الشكر الذي ترأسه القس سامر عازر بحضور أبناء الرعية. وهذا الحدث هو تقليد متوارث تقيمه الكنيسة اللوثرية سنوياً على مستوى العالم، ويعكس الحياة المسيحية التي تنبع من هذا الإيمان. حرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد. الرب إله الصباؤوت، كل الأرض ملآنة من مجده. أوصنا 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 في العلا، تبارك الآتي باسم الرب، أوصنا 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 في العلا. الشكر بحسب مفهوم إشعياء النبي إصحاح 58 هو الشكر الذي من خلاله نستطيع أن نكسر خبزنا للآخرين، وأن نأخذ وأن ندخل التائهين المشردين أيضا إلى بيوتنا، وأن نشركهم مما عندنا. هذا جزء من شكرنا وتعبيرنا لله. ثانيا الشكر أيضا يتضمن أن نفك كل قيود الشر الموجودة بيننا، يعني أن أجلس وأقول لله شكرا هذا لا يكفي، لكن الشكر يتضمن حياة عملية بأن أعمل على نزع الشر وأن أعمل من أجل إيقافه مهما كلف ذلك من ثمن. احتفلت رعية السريان الكاثوليك بتقدم أبنائهم للمناولة الأولى للقربان الأقدس، وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران غريغوريوس بطرس ملكي بمعاونة الأب زهير كيكي راعي الكنيسة وعدد من الأباء الكهنة. إلى المزيد. لأنه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، فنحن بمشاركتنا في القداس الإلهي وتناولنا القربان الأقدس نثبت في المسيح ونتحد معه. في كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي ترأس سيادة المطران غريغوريوس بطرس ملكي النائب البطريركي للسريان الكاثوليك في الأراضي المقدسة القداسة الاحتفالية بمنح سر المناولة الأولى لأبناء رعية السريان الكاثوليك بعمان بحضور جمع من الراهبات وأبناء الرعية. هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تعلنون موت الرب إلى أن يأتي. بارخ ماركم شاف العمش اليوم دي حلثون أخفوثو نصوث دشمال أزبرتو دمع لحيوثو
فأرسل بطرس ويوحنا وقال لهما: اذهبا فأعدا لنا الفصحى لنأكله. 25 طفلا من أبناء الرعية تقدموا أمام مذبح الرب بثيابهم البيضاء ليقبلوا دم وجسد السيد المسيح وسط فرح أهلهم وذويهم. في عيدة القداس قال المطران بطرس ملكي: إننا لا نكون مسيحيين حقيقيين إذا لم نتحد بيسوع المسيح. كم هي مباركة تلك اللحظات التي نكون فيها متحدين اتحادا تاما بخالقنا، لأنه بدمه وجسده افتدانا على خشبة الصليب. فكذلك في حياتنا الروحية يسوع بيقدم حاله لكل واحد منا، يقول: هذا والخبز، كلوا هالخبز. لما بتاكلوا هالخبز راح تعرفوا كيف تنمو انتوا كمان بالإيمان، تكبروا بالإيمان وتزدادوا محبة لألي أنا وتزدادوا محبة لبعضكم البعض. كما شكر قدس الأب زهير جيجي راعي الكنيسة في كلمته سيادة المطران على ترأسه ومشاركته الأطفال وذويهم هذا الفرح السماوي، مهنئاً أبناء الرعية بقبولهم للقربان الأقدس. هذه المناسبة ما تكون مناسبة عابرة، وإنما لازم دائماً نتجدد بتناول جسد ودم المسيح. وأيضاً نشكر قناة نور سات اللي نقلت هذه الاحتفالية. وفي ختام القداس قدم سيادته هدايا تذكارية للأطفال بمناسبة تقدمهم لقبول سر المناولة الأولى، متبادلا معهم والآباء الكهنة وذويهم الصور التذكارية. مندوبة عن رئيس الوزراء هاني الملقي، رعت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف حفل اليوم العالمي للمسنين الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية الأسرة البيضاء. وأكدت لطوف في كلمة الافتتاح أن الحكومة الأردنية تعمل على دعم كبار السن وحمايتهم وحفظ كرامتهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وتمكين مؤسسات الوطن من رعايتهم والقيام بمهامها الإنسانية نحوهم. اليوم احنا احتفلنا بمناسبة يوم العالمي لكبار السن، وزي ما حكينا انه احنا بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة وجلالة الملكة الفئة هاي عزيزة علمنا كتير، والحكومة ببرنامجها التزمت بالرعاية بكل الفئات تحتاج لحماية، ويمكن هاي الفئة من أهمها. هلأ احنا بس نطلع على منظور السادة كبار السن، وليس فقط في منظور الحماية والرعاية والاحترام والتقدير والإجلاء اللي هنن أصلا حقهم علينا، لكن هنن بتقدر كمان طاقاتهم ودورهم بالتنمية ما بننساه، ودورهم في العائلة ما ننسى. وباعتقاد اليوم زي ما شفت يعني جو الأفراح والمحبة هي من سمات مجتمعنا، ودائما نقول إن شاء الله نقدر دائما نمشي عليها بقوة، لكن نترك الأمور بدون تخطيط كمان ما بيصير. عشان هيك تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لكبار السن اللي هي عبارة عن استراتيجية تانية المجلس الوطني لشؤون الأسرة كان عمل تشاركية في إعدادها، وهي تم ترجمتها لبرامج، وإن شاء الله نتأكد إنها تتنفذ بحسب معايير ومؤشرات قياس أساسية. من جانبها أكدت جمعية الأسرة البيضاء على حرص الأردن على رعاية كبار السن في الأسرة والمجتمع بتوفير الإيواء لهم في بيوت مخصصة تلائم حاجاتهم ورغباتهم. فاليوم يوم المسن العالمي حتى نوصل رسالة لأطفالنا، نوصل رسالة لأحفادنا إنه في كبير السن يجب الاحترام له، يجب تقديره. إحنا هون اليوم كلنا مجتمعين بهذا اليوم العالمي، اليوم اللي خلينا نحكي كل الكتب السماوية والدينية أوعزت باحترام الكبير، وإن شاء الله أن الله يقدرنا على خدمتهم وعلى رعايتهم. نزلائنا هنا في هذه الدار بتصفوا بالثلاث صفات هاي اللي هي منحدرين الصحة
قليلي المال والمادة بين إيديهم ومتوحدين. نحن نرعاهم بدفء أسري نملأ حياتهم بكل ما المحبة وكل ما يسرهم ويفيدهم. شكرا للإعلام. عقد في عمان مؤتمر صحفي للحديث عن معرض عمان الدولي للكتاب لعام 2017، والذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالشراكة مع وزارة الثقافة وأمانة عمان. ويشكل هذا المعرض حالة فريدة من التشاركية المنتجة والفاعلة بين القطاع الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تشتمل فعالياته المقامة على مدار 10 أيام في معرض عمان الدولي للسيارات على برامج ثقافية وأمسيات شعرية وجلسات حوارية حول دور الكتاب في إثراء الثقافة العربية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. افتتاح بيت الشباب مريم العذراء أم الرجاء في عنجرة. الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفل بعيد القديس فرانسيس. رعية اللاتين في الكرك تحتفل بعيد شفيعها. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.